ناخد رأي حضرتك. احنا جايين النهارده لجنة صياغة الدستور، وجدنا مبادئ من المعروف ان التيار الاسلامي يقف ضد المبادئ الحاكمة للدستور، فانت رأي حضرتك ايه؟ انا رأيي انه لا يجوز ولا يصح ولا يحق، ودي من تجارب الامم والشعوب السابقة، ان يضع الدستور برلمان، لان هذا البرلمان له اغلبية وفي اقلية، وبالتالي في اللي هيضع الدستور هتبقى اغلبية هذا البرلمان وليس الشعب كله. في كل تجارب العالم بعد الثورات يتم اختيار جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع الدستور ثم تنصرف وينتهي دورها تماما، واللي أنا شايفه النهاردة ده هو الصواب، لكن المشكلة أنه يختلف جذريا مع الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس الماضي. طيب رأي حضرتك في المعايير اللي وضعها هذه اللجنة دلوقتي لاختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور؟ يمكن الكلام بشأنها، يعني أنا شايف جوه بيخرجوا عن الكلام كثير أو إنما في أمرين أساسيين لابد من الكلام عنهم. الأمر الأول من يضع الدستور، يعني الجمعيات التأسيسية، المبادئ الأساسية الحاكمة اللي هي 9 أو 10 مبادئ يجوز الكلام بشأنها، لكن كلهم بيتكلموا في أمور تانية خارج متن الموضوع. لازم نتكلم أولا اللي هيوضعوا الدستور، هيوضعوا الجمعيات الدستور، ثانيا المبادئ الحاكمة اللي هي ممكن تحكم مثل هذا الدستور، وأن يكون بعيدا عن مجلسي الشعب والشورى لأن فيهم أغلبية لا تمثل الشعب المصري. أي أغلبية. طيب حضرتك شايف ان مصر مش محتاجه تاني لتظاهرات او محتاجه لاي تجمعات في ميدان التحرير من اجل تحقيق اهداف الثوره وتحقيق اللي حضرتك نفسك بتقوله؟ انا يعني كلمه تظاهرات ده كلمه متواضعه، يعني مصر قد تحتاج ثوره جديده، قد تحتاج يعني، واحنا دايما مش كلام مريجي دوبريه اللي هو ثوره في الثوره، انما لا تنسى ان الثوره الروسيه الكبرى حدثت سنه 1905، ثم سنة 1917 قامت ثورة أخرى بعد 12 سنة لتحقق ما لم تحققه الثورة الأولى، وهذا وارد، بس أتمنى ألا تمر كل هذه السنوات بالنسبة لمصر، لأن وضعنا هش ولا يحتمل 12 سنة من هذا الصراع الغير متكافئ. طيب رأي حضرتك في الدعوة إلى 25 يناير القادم لإعادة ثورة من جديد؟ وارد أن يكون هناك احتياج لاستكمال اللي حصل في الثورة، من الوارد جدا يعني. مين هو العائق الوحيد لتحقيق أهداف الثورة؟ كل من يريد أن يستحوذ على الوضع في مصر الآن، من يريد أن يرث الحزب الوطني الديمقراطي وهي التيارات الإسلامية تحديدا، ولا يناوئها للأسف الشديد إلا التيارات المسيحية والليبراليين، والشعب يتفرج. طيب والسلطة التنفيذية شايف حضرتك رأيك فيها إيه؟ هي والسلطة التشريعية اللي طبعا كلهم في إيدين المجلس العسكري، يعني وضع غامض جدا، لأنه المجلس العسكري يحكم ولا يرى أحد ولا يريد أن يقول أنه يحكم، ومجلس الوزراء يحكم لكن ليست لديه سلطات، وهذا هو يعني السبب في تركيبة الوضع الهش اللي أنا قلت عليه بالهشاشة اللي موجود في مصر دلوقتي. شكرا.